الأربعاء 21 من أغسطس لعام 2019، برج الحمل. مهنياً، حاول دائماً العمل على ضبط الأعصاب وعدم الانفعال. اكسب زملائك في العمل بكلمة طيبة وتبادل التهاني في الأعياد والمناسبات السعيدة. عاطفياً، لا تقع فريسة لضغوط الحياة والتي قد تواجهك في الفترة المقبلة، فلا تستسلم إلى المنازعات والمشاحنات. حاول دائماً استشارة الطبيب عند الشعور بالمرض، وقم بممارسة التمارين الرياضية. برج الثور. مهنياً، حاول جاهداً صنع مكانة لنفسك وسط فريق عملك، فليس هناك أفضل من حالة الود في التعامل وتبادل التهاني في المناسبات السعيدة والأعياد. عاطفياً، حاول دائماً عدم التصيد في الأخطاء وخلق أجواء رومانسية مع شريك حياتك، وليس هناك أفضل من قضاء عطلة في الفترة المقبلة. برج الجوزاء. مهنياً، يجب أن تركز جيداً في شغلك وأن تثق في زملائك وفريق عملك، وسوف تشهد نجاحاً قادماً. عاطفياً، تخلى عن عصبيتك في تعاملك مع شريك حياتك، ويجب أن تترك له مساحة خاصة وتمنحه الكثير من الحب والدعم. برج السرطان. مهنياً، تحظى باهتمام وتقدير بالغ في عملك، تتفوق على نفسك وتحقق أكثر مما كنت تتوقع. عاطفياً، مشاعرك في حالة كبيرة من الاستقرار وتعيش حالة عاطفية جيدة، وهو ما يؤثر إيجابياً على جوانب حياتك كافة. برج الأسد. من مواليد هذا البرج في مثل هذا اليوم الفنان عزة أبو عوف، والفنان فتحي عبد الوهاب، والفنان أحمد سعد، والفنان مصطفى عبد السلام، والفنانة سلوى علام، والسياسي منير فخري عبد النور. مهنياً، يجب أن تنظم وقتك لتحقق أقصى استفادة في عملك، قوة تحملك ستجعلك تتخطى الصعوبات. عاطفياً، تعاني في علاقتك مع شريك حياتك، يجب أن تفتح قلبك له وتخبره بما تشعر به حتى تستطيعان تخطى هذه الفترة معاً. برج العذراء. مهنياً، تصادفك عقبات في عملك لكنك تستطيع التغلب عليها، فقد تمالك أعصابك ودع العصبية جانباً. عاطفياً، يجب أن تستمر في محاولاتك التحدث مع شريك حياتك، فالغموض الذي يحيط بك سيؤثر سلباً على علاقتكما. برج الميزان. مهنياً، تشعر بالقلق والتوتر في اتخاذ بعض القرارات المهمة في العمل، لذلك يجب التفكير ودراسة بعض الأمور بطريقة جيدة. عاطفياً، تحتاج للاسترخاء وتناول المشروبات الصحية التي تساعدك في الشعور بالنشاط والحيوية خلال اليوم. برج العقرب. مهنياً، تحصل على وظيفة جديدة تناسب مؤهلاتك وقدراتك المهنية، مما يجعلك تشعر بالنشاط والحيوية في العمل. عاطفياً، تحدث مع الحبيب في بعض الأمور الخاصة بمستقبلكما معاً لاتخاذ بعض القرارات الهامة، سواء التفكير في الخطوبة أو الزواج. برج القوس. مهنياً، تحتاج ترتيب أولوياتك خلال الفترة القادمة حتى تستطيع إنجاز بعض المشاريع المؤجلة وكسب رضا رؤسائك بالعمل. عاطفياً، تعيش حالة من الرومانسية نتيجة تفاهمك مع الحبيب، مما يجعلك تفكر في اتخاذ خطوة إيجابية بعلاقتكما معاً. برج الجدي. مهنياً، حاول أن تتسم بالهدوء والعقلانية في ردود أفعالك، خاصة مع فريق عملك في الفترة المقبلة، والتعامل بود وتبادل الهدايا والتهاني في المناسبات السعيدة، مما يضفي روحاً رائعة على حياتك. عاطفياً، تعيش في أجواء رومانسية رائعة مع شريك حياتك، حاول التعبير الجيد عن مشاعرك والتعبير عن حبك من خلال كلمات رقيقة والهدايا الأنيقة. برج الدلو. مهنياً، تتزايد فرص نجاحك في عملك في الفترة المقبلة، ولكن لابد أن تقوم بدراسات جدوى جيدة والتواصل مع ذوي الخبرة في الفترة المقبلة حتى لا تتعرض للانتكاسات بشأن عملك. عاطفياً، تعيش في حالة رومانسية رائعة مع شريك حياتك، ولكن لابد أن تعبر عن نفسك وحبك بطرق عديدة في الفترات المقبلة، حيث تقديم الزهور وفسحة على النيل أو في مدينة ساحلية. برج الحوت. مهنياً، أنت شخص منظم ودقيق جداً ولا تحب الفوضى، ولهذا تحب التخطيط عما تود القيام به في عملك. عاطفياً، شريكك يشعر بأنك شخص غامض، وهذا لعدم تعبيرك عن مشاعرك، فعليك الانتباه لهذا الأمر.